لسه مكمل معاكم في نفس المكان. سجلت مع الحاج محمد. سجل دلوقتي مع باقي افراد الاسره، الابن اللي بيشتغل في الارض في الزراعه اللي بيدعم انتاج بلده. سعيد جدا وانا موجود هنا النهارده لان لقيت في يعني راي واحد على نجاح تجربه وعلى نجاح استخدام علم، وهو معالج المياه المغناطيسي لشركه دلتا ووتر. مرحب بيك. اهلا بيك يا دكتور. واحنا لسه مكملين في نفس المكان ده. المشاكل اللي كانت بتقابلك كزراعه، لان انت طبعا واحنا بنتكلم قلت لي انا بنزل وبشوف الارض وبفحصها كل يوم. تمام. لما شفت الشجر عندك بيحصل فيه مشكله والانتاج ضعيف، ايه اول شعور؟ يعني والله اكيد فكرت هتعمل ايه؟ زي ما قال لك الحاج قال قبل كده، كانت نسبه الملوحه زادت في الارض، وحللنا لقينا نسبه الملوحه زايده، وابتدت الشجره تصفر وفروع تنشف فيه لحد، والعلاج طبعا انت شايف ان النتيجه ما فيش، ضعيفه وسماد ومبيدات وما فيش، لحد ما ربنا سهل حاله وابن عمنا قال انا مركب جهاز اللي هو دلتا ووتر. اخذت النمره بتاعت الدكتور محمد وكلمته، والراجل مشكورا بعت لنا الجهاز في عربيه مع مهندس ركبه لنا، والحمد لله زي ما انت شايف. عايز اقول لك على حاجه بس ما تزعلش مني، اتكلم كده بصراحه. انا في حياتي لما بتعود على حاجه صعبه اغيرها، والفلاح المصري لما بيتعود على حاجه في الزراعه مستحيل يغيرها، يقول لك ايه ده انا ما اعرفوش، انا طول عمري بشتغل، انت هتيجي تعلمني؟ فلما قالوا لك في جهاز وشفته، هل اقتنعت في البدايه وقلت ده هيحل لي مشكله؟ لا، في البدايه ما اقتنعناش الا لما شفنا بعينين. رحنا الارض اللي الحاج قال عليها ديت بتاعت ابن عمنا وقريبنا، واتفرجنا. هو زي ما قال لك الحاج عنده 10 فدادين و10 فدادين، عامل جهازين جه ركب على العشره جهاز، وفرق الارض فرق. ولذلك احنا لما جبنا جهاز ركبناه على بير، عندنا بيرين ركبناه على بير. حتى الاسبوع اللي فات كنا بنتسهروا من ان احنا ربنا سهل حال نركبه جهاز على البير الثاني من النتيجه اللي ظهرت في الارض. لما تمسك الثمره كده في اختلاف فيها؟ طبعا الثمره نفسها، طبعا في اختلاف في الحمل، وفي اختلاف في الشجره، وفي اختلاف في زياده الحبايه في الطرح، في كل حاجه ما شاء الله. ربنا يبارك لك. تمام. المزارع اللي هي بتصدر واللي بتسوق، ايه الاجراءات؟ دخلت لسه عرفت موضوع التصدير ولا لسه انتوا بعيد عنه؟ لا احنا لسه هنا شغالين يعني السوق المحلي. عندنا نفسي ان انتوا تصدروا ان شاء الله، يعني ليه تكود المزرعه هنا بحيث يبقى في متابعه، تقدر ان انت بالمنتج بتاعك ده تكسب اكتر. بامر الله احنا كنا شغالين المحليات، وبامر الله نبتدي نصدر. عايز بقى كلمه منك كمزارع مصري بيحب بلده، ايه رايك في تكنولوجيا معالج المياه المغناطيسي؟ كمزارع يعني ننصح باي حد شجر عنده تعبان يتوجه شركة دلتا ووتر وركب جهاز، هيحس بالفرق وهيشوف الفرق عنده في المزرعة. كل نقطة مية قادرة تدخر من غير حدود، وفي ايدينا عملة نادرة تزرع الصحراء ببرود. ليه تسيب المية مالحة والشجر يطرح صفا؟ خلي الأرض صالحة والصحارى تزيد خضار. انت وفر ده جهاز الطبيعة محتاجة، والجدارة وامتياز جاي وجاب الخير معاه. انت وفر ده جهاز الطبيعة محتاجة، والجدارة وامتياز جاي وجاب الخير معاه. كل حاجة ليها طعم لما تبقى المية دلتا، ربح زايد خير يا عم، مية واصلة لكل حتة. انت ابدأ واحنا جنبك، ايوة جنبك مش بعيد، هتلاقينا جوا بلدك شرق غرب هتستفيد. والشجر يزيد وينتج، والخضر على كل لون، فاكهة ليها شكل مبهج زي ما لازم تكون. ازرع يلا يا
الطبيعة محتاجة والبدارة.